نصبح على حركه مره ثانيه، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على ايه هي اخر اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لمياء الطباخه الماهره اللي كل الناس عارفه اكلك الحادق اللي خطير اللي ما حصلش، قولنا ما بتخايفش منك ايه؟ هو بصراحة أنا بحب يعني بحب المطبخ قوي، وبحب أطبخ كتير، بس ماليش أبدا في الحلويات، يمكن عشان مش بحبها قوي. صديقتي الحلويات دي أنا باكلها بس في رمضان كده عشان هو طقس، لكن بقيت السنة ماليش في الحلويات، إنما ليا في كل الحوادق بقى، مكرونات أوكي، والمحاشي أحب بيهاتيلي الخلطة بتاعتي وأنا هحشيلك، عندي طولة بال إن أنا أرص المحشية جنب التانية وأظبطها، ولو مش مظبوطة أفكها وألفها تانية. هو ده التكامل عندنا. صباح الخير يا مصر، بنكمل بعض. عندي طولة بال وطاقة إن أنا أرصها كده مظبوط. فأنا بحب قوي كمان المكرونات بكل أصنافها، والسلطات بحب أعمل سلطات كده كتيرة ومختلفة، وأجرب بقى في ماما وابني. أنا وشيف عليكم.